بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نصوب هاد الكيكة وبغيت نشاركها معكم. راه كتجي زوينة ونشيشة وبمقادير بسيطة. العبار بسبعة د المعالق، بسم الله على بركة الله. دابا غندوزو للمقادير. عندي هنا سبعة د المعالق ديال الطحين الفرص، عندي هنا سبعة المعالق ديال الحليب، سبعة المعالق ديال الزيت، سبعة المعالق ديال السنيدة اللي هي سكر حبيبات، جوج بيضات، جوج معالق ديال الكاكاو المر، وعندي هنا جوج أكياس ديال الخميرة، 14 غرام كيس فاني، قبيصة الملحة. بسم الله على بركة الله. بسم الله نجيب واحد السكيرة فاش ندير. بسم الله كندير سكر سنيدة، نزيد الحليب، نزيد سكر فاني، قبيصة الملحة، ونزيد البيض. بسم الله تذوب لينا السديدة. نزيدو الزيت شوية بشوية، نخربو مزيان، بسم الله. كنزيد الدقيق شوية بشوية، العجينة راه كتجي خفيفة. دابا غنزيد الكاكاو، بسم الله غنغربلو، نجيب واحد معلقة صغيرة. بسم الله هاي باش ما يكونوش فيه دوك الحبيبات ديال الكاكاو. بسم الله نزيد الخميرة،
جوج اكياس ديال الخميره من فئه 7 غرام، بسم الله، هاكي تجي العجينة راه كتجي خفيفة. عبرت بهذه المعلقه هذه باش عبرت كل شيء العبار ديال الكيكه. ها العجينه كي تجي راه خفيفه ومهويه. دابا غنجيب واحد المول باش نديرو الكيك ديالنا. بسم الله، نفرغو هاد الكيك فهاد المول، كنهزو الفوق باش تجينا مهوية. بسم الله، دابا غندخلها الفران اللي شعلته من قبل. العافيه تكون مهيله من الفوق ومن التحت، راه كتحتاج غير 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما طابت، ها كي تتجي كتجي مهويه، ودرت عليها شويه الكوك وزوقتها بالقرقاع، وكنتمنى تعجبكم وديروا لي نجيم وتشاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله، وبالصحه والراحه.